45 اسم، ماذا يعني ذلك؟ أولا شكرا لك أخوي محمد، أنا أتشرف بالتواجد معك، وأنا كذلك وأنا كذلك سيدي ضيوف والمشاهدين. 45 يعني عدد كبير، ولكن فيه يعني إيجابية، لأنه يعطي الفرصة إلى أصوات متنوعة وإلى شخصيات متنوعة في أن تتنافس. بس أنا ملاحظاتي يعني يعني التأكيد أن أنا أراقب هذه الأمور من خارج المنظومة السياسية الليبية، ولكن من خارج هذه المنظومة هناك بعض الأمور التي يجب أعتقد أنه نحضها، أن سقف التوقعات عند كثير من الليبيين من أي حكومة قائمة للأسف هو سقف عالي جدا، ولن يستطيع أي شخص أو أي قائمة أن تنفذه. كل ما هو أعتقد أنه يجب التركيز عليه هما شيئين، أولها شخصيا والأخرى على البرامج. من الناحية الشخصية يجب التفكير والتركيز على شخصيات لها خبرة في الحكومة، لها خبرة تستطيع أن تقدم شيء وأثبت بعض النجاح. يعني ما فيش حد حيكون ممتاز جدا، ولكن على الأقل في بعض الشخصيات في هذه القوائم قدمت الكثير. يعني في وفي منهم اللي هم عندهم نظرة ثاقبة لما يحدث في ليبيا وإلى مشروع وطني متكامل للمستقبل. لأن ما يحدث لا اختيار شخصيات لا ليس هو المشكلة الأساسية. المشكلة ليبيا هي مشكلة في تكوين دولة، مش فقط إصلاح الدولة، ولكن نظرة متكاملة لتكوين دولة جديدة تتعامل مع العصر وتلبي طموحات الشعب الليبي. وهذا في كثير منها مربوط بأشياء تاريخية يجب التخلص منها، بما فيها النظام الاقتصادي الريعي. يعني أنت عندما تكون أي شعب هو يعتمد على حكومته وهي اللي تدفع له في الرواتب وتدفع له في الدعم، وكل شيء في الدولة مرتبط بماذا تقدمه الدولة من النوادي الرياضية إلى المجتمع المدني إلى آخرين. هذه دولة لا يمكن أنك أنت تبني فيها ديمقراطية.